الثقة فيها بتزداد مع مرور الوقت. المنظومة صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 في شهر يوليو من العام الماضي. صحيح. ونص القرار على إنشاء منظومة شكاوى حكومية موحدة إلكترونية تستقبل الشكاوى من المواطنين بوسائل متنوعة وتقوم بفحصها والرد عليها إلكترونيا. وألزم القرار ربط كافة الجهات الحكومية بهذه المنظومة. تمام. ثم صدر بعد ذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء في أغسطس من نفس العام كقرار تنفيذي للقرار الجمهوري. أيوة. وتم النص فيه على البنى التنظيمي للمنظومة الاستراكشر بتاعها. النص أيضا القرار على ربط كافة الكيانات المنوطة بخدمة المواطن واستقبال الشكاوى بكافة الجهات الحكومية بالمنظومة. تمام. بما فيها جميع النظم والتطبيقات التي تستقبل طيب الشكاوى. خلينا نبسط الكلام واللغة. يعني أنا لما لو عندي شكوى في وزارة الكهرباء أو وزارة التموين لو أنا كلمت وزارة الكهرباء أو وزارة التموين حضراتكم بتعرفوا؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال ده. الهدف من المنظومة أن يبقى الكلمة اللي حضرتك قلتيها كله متكامل وكله متشاف. والمنظومة بمثابة لير أو مستوى أعلى على مستوى رئاسة مجلس الوزراء شايف تفاعلات كافة الجهات الحكومية مع أي شكوى يتم تسجيلها. يعني أنا ومن لو هنا ربطنا تسجيل لو عملت الشكوى مع لأي وزارة عندي شكوى فيها بتسمع عندكم بتعرفوا. الى الان احنا ماشيين في اتجاه الشكاوى اللي بيتم تسجيلها من خلال الاليات المركزيه اللي هي البوابه الالكترونيه للمنظومه وعنوانها shakwa.eg ثم الرقم shakwa.eg www.shakwa.eg وتم اختيار الرقم ده عشان يبقى قريب من الكلمه العربي اللي المواطن فكره الشكوى بالظبط حضرتك. ثم في الخط الساخن او الرقم المختصر لمجلس الوزراء 16528 16528. تمام حضرتك. ده يا جماعه الخط الساخن اللي بتتلقى عليه الحكومه الشكاوى بتاعت حضراتكم. لكن من المهم من خلال منبر حضرتك نعرف الساده المشاهدين والساده المواطنين ان مش هو ده الرقم الوحيد، ده الرقم اللي خصصه مجلس الوزراء لمستوى رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس الوزراء. بمعنى لما المواطن يتقدم لأي من أرقام الشكاوى المخصصة من كافة الوزارات أي رقم ساخن ودول أعدادهم الحقيقة مش قليلة طبعًا. لأن أنا معايا حصر ب 56 جهة وزارة ومحافظة وخلافه طبعًا. وهيئات وأجهزة مرافق مخصصة وأعلنت عن أرقام في حالات الطوارئ وحالات الشكاوى بيتم تواصل المواطنين معها. الدور بتاع المنظومة أن لما تكون الاستجابة مش بالقدر المناسب من وجهة نظر المواطن بنقول له كرئاسة حكومة، رئاسة الحكومة بتوجه له دعوة بتقول له احنا في انتظارك عشان نعرف ايه مناطق الضعف اللي ما تتجاوبش بالشكل الكافي معاك في كل الأجهزة الحكومية. إذا دي دعوة صريحة من رئاسة الحكومة للمواطن، وده زي ما حضرتك كنت تفضلتي في المقدمة تقولي الناس هل هيبقى عندهم الثقة؟ احنا بنقول ده السنة دي جات لكم شكاوى طبعا جات شكاوى وشكاوى في كل القطاعات وفي كل المعاملات ومنها ما هو على مستوى حتى المحلي المفروض مكانه وحدة محلية قروية او مستوى مركز ومدينة وحي لكن التوجيه اللي عندنا استقبل اي شكوى من اي مواطن في اي مجال وافحصها وساعد المواطن ثم لو انت شايف انها حتى خارج اختصاص الحكومة يعني لو مكانها الطبيعي طب معانا شكوى نسمعها؟ انا معايا تليفون معرفش هو الشكوى ولا ايه